بعد انتظار دام أشهر، وافق مجلس الوزراء على موازنة ثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025، والتي تعد الأضخم بتاريخ العراق بواقع 197 تريليون دينار، سيرسلها إلى البرلمان للتصويت عليها. خبراء ومختصون بالشأن الاقتصادي سجلوا بعض التحفظات والأخطاء في الموازنة، من بينها اعتماد سعر البرميل ب70 دولارا، وعدم الأخذ بنظر الاعتبار التقلبات والأزمات العالمية والتي قد تؤثر سلبا على حجم الإنفاق. النفط اليوم احنا وضعنا سقف تقريبا 70 دولار للبرميل، ولكن هذا خاضع لتقلبات السوق العالمية. نعرف انه اليوم انه النفط متذبذب، اليوم هنالك يعني مؤشرات خطرة نلاحظها في الاقتصاد العالمي، يعني لاحظنا كيف انه البنك السيليكون كيف انه انهار حاليا في واعلن افلاسه في الولايات المتحدة، وهو من كبار البنوك العالمية. لربما انه الاقتصاد العالمي يدخل في دورة جديدة من التضخم، من التراجع. ويرى البعض أن الهدف من إقرار الموازنات هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلاد، إلا أن الموازنة الحالية جاءت بنسبة عجز كبير وصلت إلى أكثر من 63 تريليون دينار، في حين عبر آخرون عن مخاوفهم من بقاء الجانب الاستثماري معطلا بسبب استمرار اعتماد العراق على الموارد النفطية وإهمال القطاعات الأخرى. للأسف التركيز على الإيرادات النفطية بما يقارب من 93%، يعني هذا السبب يعني انسحب على الاقتصاد العراقي. لذلك لابد من أنه تفعيل الاستثمار في القطاع الخاص والبتروكيماويات، وكذلك القطاع الزراعي جدا مهم لرفد هذا القطاع. ننتظر بفارق الصبر أن تكون هذه موازنة 23 هي موازنة تحقق الاستدامة أو تحقق التنمية. للأسف من خلال الأرقام الموجودة اليوم عندنا، إحنا عندنا وجود أمور خارجة عن المألوف. يعني على سبيل الفرض، لا توجد موازنة بحدود 63 أو 64 تريليون في الموازنة 2023. في ظل الإدارة المالية وقانون الإدارة المالية يفترض أن تكون نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي 3%، الآن 64 كرقم، هذا مخيف. ويتفق جميع خبراء الاقتصاد على أهمية تعظيم الإيرادات وتنويعها بما يتناسب مع حجم إنفاق الأموال المخصصة بالموازنات الاتحادية، تفادياً من وقوع العراق بالأزمات والمشاكل المالية والاقتصادية في المستقبل. من كربلاء، طارق الخفاجي، قناة الرشيد الفضائية.